السلام عليكم. اليوم بدي اقدم لكم وصفه لذيذه جدا اسمها مربع بالفستق الحلبي، وهي شبيهه بوصفه الصفوف اللي قدمتها سابقا لكن بنكهه مختلفه كليا. طريقه التحضير سهله جدا، بيلزمكم نص كوب طحين منخل، وكوب ونص سميد متوسط الخشونة، كوب ونص سكر، كوب فستق حلبي مطحون ناعم جدا، ملعقة شاي هيل مطحون، وملعقة شاي النص بيكنج باودر. نص كوب زيت نباتي، وكوب حليب بحرارة الغرفة. وبتخلطوا جيدا. بعدين بتسكبوا الخليط بقالب مربع مضاد للصق ومدهون مسبقا بطبقة خفيفة من الزيت النباتي. وبعدين بترش عليهم طبقة من الفستق الحلبي، ممكن تتركوه مثل ما هو حب او مطحون بشكل خشن حتى يطلع المنظر جميل على السطح. بالشكل هيدا حاولوا حطوا طبقة غنية حتى يطلع المنظر والطعم جميل. إذا بتحمل الفرن لحوالي 3 دقايق قبل ما تدخلوا القالب وتخبزوه، والخبز حيكون على حرارة سفلية بقوة 350 درجة فهرنهايت لمدة بتتراوح بين 40-45 دقيقة، ثم علوية بنفس الدرجة لمدة 5 دقايق. وهون بحب نوه إنه في كتير عوامل ممكن تأثر على الخبز مثل حجم القالب، قرب الرف اللي بتوضعوه عليه من النار، كل عوامل بتأثر على عملية الخبز. فحاولوا قدر الإمكان تستخدموا قالب بيشبه اللي عم بتشوفوه، ودايما لما تخبزوا استخدموا الرف الوسط حتى تتم عملية الخبز بانسجام وما ينشف السطح أو الكعر ويضل الوسط معجن. إذن بوضع القالب بالفرن وبرجع لكم. وهي نتيجة ما بعد الخبز، واللمسة الأخيرة اللي بتعملوها هي صب ربع كوب من العسل أو القطر على سطح القالب فور خروجه من الفرن. أنا عم حط عسل، حاولوا وزعوا الكمية على كافة السطح. العسل أو القطر بيعطوه طعم كتير لذيذة، خاصة لما تتشرب العجينة فيه. بعدين بتتركوه يبرد بالقالب لحوالي نص ساعة
قبل ما تقطعوه وتستخرجوه. بعد ما برد القالب نسبيا وتشرب بالعسل صار فيكم تقطعوه. يفضل فصل المحتوى عن القالب بخشبة حتى تستخرجوه بسهولة. بعدين بتقطعوه لتسع مربعات بالطول وبالعرض بسكين بلاستيكي تفاديا لخدش القالب المضاد للصق. وهلأ بدي اتذوقه. وعندي ملاحظة، وهي ما لازم أبدا تقطعوه إلا لما يبرد كليا بما في الكلمة من معنى حتى ما يفرط معكم. مثل ما شايفين لون جميل جدا من السطح والداخل. كتير لذيذ، بدوب التم طعمه كله فستق حلبي، كأنكم عم تاكلوا معمول مد. بكل صدق عم قلكم جربوا الوصفة، كتير لذيذة. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة واحدة. وما تنسوا الاشتراك والشير، وما تنسوا كمان تزوروا صفحتي على الفيسبوك. إلى اللقاء.